أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. ضبطت هيئة المنافذ الحدودية 4 برادات محملة بأدوية بشرية متنوعة مخالفة للضوابط في منفذ أم قصر شمالية محافظة البصرة. وقالت هيئة المنافذ إن الأدوية المخالفة للضوابط تم ضبطها خارج الحرم الجمركي من قبل شعبة البحث والتحري، مضيفة أنه تم إحالة القضية إلى محكمة أم قصر عبر مركز شرطة البناء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. أكدت الهيئة العامة للجمارك ضبط منظفات ومواد عشبية مخالفة في جمرك مطار النجف. وقالت الهيئة العامة للجمارك أنه تم ضبط منظفات وكريمات ومواد عشبية في مطار النجف حاول مسافر إدخالها دون موافقات رسمية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة. يشار إلى أن المنافذ الحدودية والمطارات تشهد يوميا مخالفات تتمثل بتهريب وإدخال مواد خارج الضوابط القانونية من جراء انعدام الرقابة الحكومية. أعادت هيئة الجمارك في منفذ طريبيل الحدودي إرسالية خشب مخالفة لضوابط الاستيراد. وقالت مصادر في هيئة الجمارك إن إرسالية خشب روسي المنشأ تم إعادتها إلى الأردن لعدم وجود موافقات الإدخال للبضاعة المسموح باستيرادها في إجازة الاستيراد، مشيرة إلى أن الإرسالية تتكون من 4 شاحنات محملة بالخشب. أتلفت هيئة المنافذ الحدودية 5 برادات محملة باللحوم البرازيلية والأوكرانية في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة. وقالت هيئة المنافذ إنها أتلفت اللحوم لأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، مضيفة أن الإتلاف حصل بناء على طلب المستورد بعد عطل تلك البرادات المحملة باللحوم. أكدت وزارة الكهرباء في العراق تأثر عدة مناطق في الفرات الأوسط وبغداد بنقص التزويد بالطاقة الكهربائية. وقالت الوزارة إن تسربا في أنبوب الغاز المغذي لبعض محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وبغداد أدى إلى فقدان المنظومة الوطنية ما يقدر ب 850 ميجاوات تقريبا، مضيفة أن ذلك سيؤثر على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لمدة يومين. هذا ويعاني العراق من استمرار النقص في ساعات تجهيز الكهرباء رغم الوعود الحكومية المتكررة بإصلاح المنظومة الكهربائية منذ العام 2003 وحتى الآن. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. ختام أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.